نجح جدا، تجربتي نجحت جدا، عممتها بين اسرتي واسره جوزي، نجحت جدا عممتها. وعملت بعد كده جمعيه، بدات بمراكز شباب ومدارس وجامعه، والحمد لله الحمد لله نجحت جدا. عملت دورات تدريبيه كتير وندوات من خلال الجمعيه، بدرب البنت فيها انها ازاي تختار شريك حياتها، ازاي تتعامل معاه، ازاي تبقى اربعه في واحد. يعني ايه اربعه في واحد؟ يعني اربع زوجات في زوجه واحده. طب ايه هم يا صفاء يشملون الاربع زوجات دول؟ مبدئيا كده بنتكلم عن الزوجه الشرعيه اللي بتتم الزواج عشانها، بعد كده الزوجه الام اللي هي بتقوم بكل مهام الام من حنيه واحتواء ورعايه، وبعد كده الزوجه الحبيبه، بعد كده الزوجه الصديقه، الاول الزوجه الشرعيه، وبعد كده الزوجه الام، وبعد كده الزوجه الصديقه. والزوجه الصديقه دي بحط تحتها خطوط حمراء كتير 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 قوي. ليه؟ لان دايما الراجل بيحتاج ان يتكلم مع حد صديق، محتاج مع صديقه. ما اجمل ان تكون الزوجه صديقه، وانا بدربها من خلال الندوات، او من خلال انا عامله كتاب في الموضوع دوت، بدربها ازاي تبقى صديقه من البدايه خالص. يعني ايه صداقه؟ تعملها مع في فتره الخطوبه، ما بدايه فتره الخطوبه بدربها ازاي يبقى في لغه حوار. لغه الحوار دي بتعمل نوع من انواع الصداقه، واحنا عارفين ان الصداقه اولى درجات الحب. فما اجمل ان احنا من البدايه خالص نبقى حد جاي لنا سالنا عليه كويس. اللقاء الاول ده مهم جدا 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 جدا، لان الانطباعات الاولى بتدوم، بدربها برضو عليه. بعد كده بدربها ازاي تعمل لغه حوار، لان طالما في لغه حوار تاكدي تماما ان هنبعد تماما عن مشكله الطلاق. ليه؟ لان عدم وجود لغه حوار بيعمل حاجه اسمها الخرس الزوجي او صمت الازواج. بعد شهور، بعد سنه، بعد اثنين، بعد اقصاها 3 سنين. ودلوقتي ما يعني انا يمكن حزينه جدا مع التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها والسوشيال ميديا، بالعكس خلت يعني خاصه مش هقول على الصعيد بس، لا على مستوى مش جمهوريه مصر العربيه، على مستوى الشرق الاوسط بقى. يعني السوشيال ميديا جت بحاجه، يعني بقينا منفتحين زياده، مع ان مفيش ثقافه حياتيه للموضوع ده، فبقت مصيبه اكبر، بقت حياتنا مفتوحه كده، كتاب مفتوح على كل العالم. فده طبعا ما ينفعش. انا بدرب البنت بعدها بدات اخرج، عملت نادي مراه في مركز شباب سيدي عبد الرحيم، ما كانش فيه عنصر نسائي بيدخل مركز شباب، وكان وقتها 30 عضوه الحمد لله. يعني بعدها برضو عملت الجمعيه، انشاتها، كان كل همي ان الثقافه الحياتيه دي توصل لاكبر كم من البنات، من الشباب، الولاد والبنات، بس زي ما قلت ان انا بركز على البنات. قابلت مشاكل لغايه النهارده، لغايه وقتنا ده بيجيني مشاكل كتير قوي هنا في الجمعيه في لجنه الاستشارات الاسريه، وجبت والله 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 جبنا مشاكل كتير من محكمه الاسره وحلناها كده بدون اي حاجه والحمد لله. فده كان نتيجه ان تجارب كتير خالص، يعني انا ده تجربه شخصيه زي ما قلت لحضراتكم، ان كان ممكن خاصه في الصعيد هنا، خاصه في صعيد مصر، وخاصه في انا، ان ممكن يمكن قبل 20 سنه 2000 تقريبا كان ممكن البنت تتجوز غصب عنها. فانا بقول لك يعني انك انت تجربتي دي انك انت تعيشي حياتك بالشكل اللي انت تتمنيه. يعني بدرب كل بنت ان يبقى عندها رؤيه ورساله وهدف لحياتها الزوجيه، يبقى عندها ثقافه، نفسك تعيشي حياتك ازاي، نفسك رب اولادك يتربوا بشكل حلو قوي، نفسك انت تعيشي بشكل جميل. فدي اللي انا بختلف مع اي حد بيتكلم عن الزواج او عن الثقافه، الزواج عامه او الحياه الزوجيه. وده يعني بينتج عن دوت زي ما قلت لحضراتكم، ان احنا في وقتنا ده اللي هو مشكله الطلاق، للحد من مشكله الطلاق. كتابي ده او الماده العلميه اللي انا بنشرها دي علشان نحل مشكله الطلاق، روشتة سريعه جدا لحل مشكله الطلاق. وانا من هنا بنادي، ومن هنا يبقى الزوجة الشرعية اللي بتتم الجواز عشانها بتبقى الزوجة الأم، بعد كده الزوجة الصديقة، دي أهم ما في الموضوع، بعد كده الزوجة الحبيبة. إيه عايز الراجل غير إنه يبقى عنده أربع زوجات في زوجة واحدة؟ ودي التجربة اللي أنا بقدمها، دي من واقع تجربة شخصية ليا. من هنا نجحت، عملتها بين أسرتي وأسرة جوزي، بعد كده نشرتها على مجتمع الصغير، ودلوقتي أتمنى إنها تبقى رسالتي دي بقدمها للمجتمع الكبير للحد من مشكلة الطلاق. انا يعني الحمد لله اديت رسالتي، انا زوجه وام وتتال 6 احفاد، وراضيه بحياتي جدا جدا جدا، بس مش يعني الحمد لله الحمد لله زي ما قلت لكم انا اديت رسالتي، بس ينقصني ان انا ادي رسالتي نحو مجتمعي اللي انا عايشه فيه ونحو ربنا. وبكده يعني اتمنى انكم تساعدوني في دوت. ليه؟ لاني نفسي اكبر كم من الناس ياخد الثقافه دي. انا عامله كتاب اسمه
ثقافة حياتية وسعادة زوجية، بدرب الولد والبنت فيها على انهم ازاي يختار شريك حياته، ازاي يتعامل معه، ازاي لو قابلته مشكلة يحلها، ازاي يربوا ولادهم بطريقة صحية صحيحة بطريقة مبسطة وسلسة جدا. واتمنى اتمنى اتمنى ان كل اللي سمعني دلوقتي يعني يقدر او يفهم المضمون اللي انا قلته ده.